وكابتن محمد عطية. صباح الفل عليك. يا أستاذ محمد، صباح الكمال، مساء الأنوار على عيونك وعلى عيون الصحة والكمال وعلى الأستاذ محمد رمضان. حبيبي حبيبي يا عطية، صباح الفل عليك. احنا عدينا الوقت، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين، كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري الكريم وأمة محمد والدنيا كلها في خير وسعادة يا رب. في موقف لو تسمح لي اقوله، في مرة اتصلت بيك على الهوا. انا اولا انا بعتذر لك قدام الناس زي ما طلبت منك الطلب قدام الناس. كان يوم عيد الام، وطلبت منك تذيع اغنيه كانت لعيد الام، كانت في برنامجك، وانا عارف وعارف الاحساس اللي انت كنت فيه، ان الوالده متوفيه من اسبوعين. بس معلش اعذرني، انا اسف جدا على الموقف، لكن هي جت فيك، ده اللي انا عايز اقوله لك، فاعذرني في اليوم ده، بس ما كانش قدامي حل غيرك. يا أستاذ محمد، أولا طبعا الحاجة الشخصية حاجة، والحاجة العامة اللي احنا بنطلع ونكون بندير حوار على الهوا حاجة تانية خالص. المشاهد والناس كلها ما يعرفوش الحاجات الشخصية اللي كل واحد فينا بيعمل ايه الداخلية عنده بالنسبة للحاجات اليومية أو عنده في البيت أو حاجات ظروفه الشخصية. احنا بنركن كل ظروفنا الشخصية على جنب، الجمهور والناس ملهمش دعوة بأي حاجة، هم شايفين ناس قاعدين بيتكلموا بيديروا حوار، الحال يا ترى الحوار ده صح ولا غلط، أهم حاجة الناس ليها طبع على الشاشة، لكن هم ملهمش دعوة خالص بالظروف. وعلشان كده انا زي ما طلبت منك بشكل شخصي كان على الهوا، انا برضو بعتذرك بشكل شخصي على الهوا. ومش عايز تقول حاجة للي بيشوفونا دلوقت؟ يا أستاذ محمد، أولا أنت راجل محترم، الله يخليك. راجل بيقدر الشخص، سعيد جدا ان انا موجود مقدم برنامج موجود في القناة، وخصوصا في تحت شعار وشركة كوميديا. بجد ربنا يوفقك ويوفق القناة ويوفق كل العاملين بيها، لا يا ومبروك رب. مرة أخرى لكل العاملين وكل الناس الموجودة في كوميديا، وخصوصا في الصحة وكمال، إن هي فعلا إلى الطريق الصحيح والشكل الجديد والتطور الجديد، واحنا فعلا الاصل وعلى الاصل دور. تحية حبيبي كبير حبيبي للاستاذ حبيبي محمد رمضان. حبيبي عطية، تحياتي ليك وصباح الفل عليك، وربنا يخليك على الكلام الجميل ده، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أقوى وأفضل بكتير إن شاء الله بإذن الله. باذن الله يا محمد، حبيبي تحياتي. حبيبي.